أهلا وسهلا بكم. طبعا بالدرس السابق كملنا اللوجين، بس أكو شغلة أنا أريد أخلي أيكون بداخل الباسورد، أيكون عين على مود المستخدم من يضغط على الأيكون يقدر يشوف الباسورد مالته. هسه راح نشتغل بيها وتشوفون الفكرة. أجي على اللوجين بيج طبعا، وتحت الباسورد انبوت فوق ال btn هنا أنا اكتب شنو، اقول i.by.by-i-slash-fill. هذا الايكون طبعا من ال bootstrap icons. وبعد ايكون اريد، وايكون الثاني طبعا ايكون الاي بدون سلاش بهذا الشكل. خلينا نرجع ونشوف، اجت اثنين ايقونات عندي. اريد اجيب الايقونات بداخل الباسورد وبعدين نشتغل بالفانكشناليتي. خلينا نرجع، كيف راح اسويها؟ لازم اعطي كلاس لهذا، انطي كلاس show dash password icon، show password icon، واسوي كوبي، وايضا انطي نفس الكلاس للايقون الثاني. واجي للCSS وهنا اكتب show password icon. طبعا لازم انطي للفورم position relative، position relative قبل ما اعطي الستايلز للباسورد icon. وللباسورد icon اقول position absolute، واقول من التوب 80 بيكسل ومن الرايت 10 بيكسل، وانطي فونت سايز 21، وانطي كولر تيل. طبعا شوية اسويها يعني شوية تختلف عن التيل بهذا الشكل، وانطي زد اندكس مثلا 2. نرجع ونشوف، لاحظ عندي الايكون هنا، وطبعا انطي كورسر بوينتر، كورسر بوينتر. حلو حلو بهذا الشكل. لاحظ انا من اكتب الباسورد مالتي ما اقدر اشوفه، اريد المستخدم من يضغط على هذا الايكون يقدر يشوف الباسورد مالته، ومن يضغط مرة ثانية الباسورد يختفي بهذا الشكل. نرجع داخل الكومبوننت، طبعا بعد لازم نسوي ستيت. داخل الستيت اقول show password، واقول set show password، واسويها false. حلو. وهنا جوا الفورم submit handler اسوي function، اقول show password handler، واقول const show password handler يساوي، اكتب بها set show password prev goes to not prev، يعني خلي العكس prev. هذا الميثود يعني نقول اذا كان set، اذا كان show password false سويها true، واذا كان true سويها false بهذا الشكل. نجي لل طبعا الايقونات، لازم اسوي شرط هنا، لازم اسوي شرط، اقول اذا كان الشو باسورد اذا كان ترو، اذا كان ترو نريد نشوف هذا الايقون. طبعا واذا كان فولس نريد نشوف هذا الايكون، طبعا الايكون الثاني. حلو. وبعد شنو؟ خلينا نرجع نشوف، طبعا عندنا ماكو شيء، خلينا نشوف. بعد لازم اقول للايكونات هنا
اثنيناتهم لازم اعطيهم ان كليك. اقول ان كليك يساوي show password handler، وايضا اسوي كوبي لهذا ال ان كليك هاندلر اعطيه للايكون الثاني. حلو. وبعد شنو اجي هنا بداخل الانبوت، انبوت اي انبوت، انبوت الباسورد. هنا التايب يساوي باسورد، راح اسويها اكسبريشن واسويها طبعا شرط. اقول اذا كان الشو باسورد ترو فالتايب يكون تكست، واذا كان فولس تايب يكون باسورد. حلو، نرجع ونشوف. انا كتبت الباسورد هنا 1111، اريد اشوف الباسورد، اضغط، لاحظ اشوف الباسورد والايكون تختلف، لاحظ بهذا الشكل. حلو. طبعا كملنا هذا الدرس، وشكرا جزيلا، اشوفكم بالدرس القادم، مع السلامة.